ne penses-tu pas que Mohamed Ben Salman est juste resté fidèle au plan du coup en train de soutenir Vladimir Poutine, sachant que Poutine... Non, 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 chauffe. Chauffe, Jules V. Les projets de l'ancien Mohamed Ben Salman dénotent d'une intelligence et d'une vision vraiment géostratégique, politique. Mohamed Ben Salman, il vise la neutralité carbone en 2030. Il a lancé un vaste programme de plantation d'arbres. Je crois 10 milliards, 1 milliard, la même. Non, non, non. Ben Salman, je vais vous dire que les gens qui aiment la CSA ou la géostratégie, تبعوا الاخبار على السياسه السعوديه كيفاش راهي قاعده تتحول كيفاش راهي واش هي لي سوبتيليتي نتاعها باسكو ما اتونسيون هما مجموعه قبائل يحكموا وعندهم الفكره هذيك تاع واحد السيستم هكذا تريبالك تاع الحكم تبعوا مليح تبعوا مليح سكي سباس اي سورتو 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 سيك نقى المحيط نتاعو حتى من لي بريتوندون اوطان براتيكمون نوتراليزاهم بكل سي كالكان دو تري مالان أجمع الإنسان هذاك كل ما يقتلوش كل ما يقتلوش بس كيديش يقتلوه راح يخلق صح حاجة واعرة في السعودية واني ما نحبهم شغب شو نتفهم ما زلت على رأيي تام الفوت دي كايس دي سانت أميور إديتور أوردور باري ميزيشن كتر واحد نعم باشي ما عنديش كتابة ما عنديش ما عنديش صدر رحماني هل أنت ستعطي عن دخول الجزائر؟ أنا دوكا ما ندخلش الجزائر بس كنت ندخل الجزائر طيروا لي راسي صاصي شير مي بلا غدوة يجي حكم في الجزائر ندخل إلي هو البروبلم يجي حكم في الجزائر ندخل صحة فطوري بيان شير أنا فاطر فعلا دونك ما مام سي بوزات المال دو لالجيري nous l'acceptons car ça se voit que vous militez pour l'Algérie. والله عندك الحق مسيو منصور بن مصباح شوفوا يا جماعه حنا لما درنا جبهه القوى الحيه حبينا نهضر مع الناس بالافكار وبالبرامج الشخصانه ما عندهاش معنى الشخصانه حقيقه ما عندهاش معنى لما مثلا نشوفوا انجلس حط لا تيوري تاعو تاع الليبراليزم مات انجلس نص العالم يمشي بلا تيوري تاعو ماركس حط البرومي مانيفست تاعو 1848 مي اجماعي قد يتبرمج تعلموها مي الشخصيات لانه الشخصيات تموت الشخصيات تمرض الشخصيات تموت تمر بازمات الشخصيات تابوندوني بصح البرنامج سي كيما لا كورس يهزوه مناضلين يتعلموه يستوعبوه يزيدوا يتطوروا فيه ربما ويقدموا به ويقدموا به او فات اللي يوصل للحكم او برنامج ماشي شخص لانه هذاك اللي وصلت للحكم انت وصلت للحكم سيدي هاي دوك اللي قادر الناس كل وصلت اليوم للحكم شيبا مسيو بن محمد حسن ولد علي من شيبا من دشرت ولاد سلام باش تحاسبوا هذاك الشخص انت وصلت اسم ونقمة وهيئة لكن وصلت هو او هذاك هو كيما يدير عنده الحق باسك علاه اسمه هو اسمه هيئته هي هيئته بصح على كان وصلت برنامج هذا السيد قال لكم هام المشاكل تاعنا وضحها لكم وحط الحلول وحط ميكانيزمات الحلول هنا كي توصلوه للحكم تحاسبوه على البرنامج على هذه نقولكم البرامج البرامج مثلا الناطق الرسمي يقولك الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض هذاك شخص بس هيهضر باسم شكون باسم البيت الأبيض باسم السياسة الأمريكية باسم برنامج يجيك شخص بس لازم واحد يهضر لازم شخص يوصل للأشخاص للشعب للمواطنين يوصل الفكرة ويتحاور معهم هذه يديروها أشخاص مناضلين الحزب أو مناضلين أخرين ولا بصح الهدف وش هو سين برنامج نستطيع أن ننتخبك لكن بشرط يجب التخلص من اللغة العربية الإخوانية والوهابية وعودة عربية إمرؤ القيس وابن الخيام
وابن عربي وابن رشد والرومي. يحوذي في القعقاع ديجا ابن عربي حطيته مع عمر الخيام، حطيتهم مع امرؤ القيس، وين هو المتنبي، وين هو زهير بن ابي سلمى، وين هو هذاك الشنفره تاع المقاليع حي طرمانايا والمطاريد والله هذوك واش ها وين خل خلصك من هذيك الحرار وطهور وهذيك تلنا من هالسير فاع والله غير تفهمني برك كيفاش حطيت ابن عربي مع الخيام برك على الله مع امر قليس ما نسقطيكش على بسك مع محال يتقاتفوا اللي قال لهم الليلة خمرا وغدا الامر مع ابن عربي ما بون سي اكسلون. شوف حذيفة في الحقيقة ما نتخلص من حتى لغة حاجة واحدة، هدف اللغة الأمازيغية للتمازيغ تصوري لونغ ناسيونال اون فري لونغ اللي اون فيغ مزور بعد 50 سنة تولي ميم اون لونغ تكنيك كيما لي جابوني. ثانيا اللغات بكل نستفاد منها، قليل خيرها كثير خيرها نستفاد منها طريقة علمية تكنوقراطية والانفتاح على اللغات العالمية اللي تسمح لي باش نستورد التكنولوجيا والمعرفة. Est-ce qu'on peut imaginer ou prévoir un coup d'état militaire déguisé si la situation se dégrade au Sahel et devient dangereuse pour l'Algérie si le peuple ne fait rien d'ici là? Oui, tout à fait. Ça sera traduit. Si c'est par rapport à la dégradation de la situation au Sahel, ça sera sous impulsion de l'Élysée. Clin d'œil, Farid. Bon. أيها المغاربة قولوا للحموشي والمنصوري الجزائر وحدة موحدة إلى الأبد ولن نسمح لكم بالتدخل في الشؤون السياسية الداخلية. هذا أمر فروغ منه محال، الجزائر وحدة موحدة وعمرها لا تنقسم بربي إن شاء الله جامي على politique française de programme des insoumis. J'aimerais avoir des idées à court, moyen et long terme en Algérie comme l'utilisation de l'énergie solaire. Sauf que le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est un excellent programme. Il est de gauche. L'Azimtsum Haja Radolarik, France, l'Allemagne, l'Américaine, la Suède, le Danemark, Norvège, la Hongrie, non, je suis l'Hongrie scolaire, il y a forcément par avec. Enfin, l'Italie, l'Espagne, Hedo Bukul, le président, le parti, il y a un programme, ok. Kaina Haja, qui est le bureau de l'ARIS Jumhuria. وين كيما نقولوا حنا يتفتحوا عليه توت لي زون اوبسكور سي لا وين يفهم اسك البروغرام نتاعو اي بو ليكزيكوتي اون بارتي كامل ولا ما يقدرش كاع لي بريزيدون دول هادو جماعه اي سون با ليبر باسكو يلحق يلقى ان روليكا يلقى ان باسيف تالمون امبورطون تالمون اوباك كو لو بريزيدون ماشي ليبر لي سول بريزيدون كي سون ليبر ماشي دون لي سيستيم هادو entre guillemets démocratique, dans les systèmes autocratiques, où il y a un rai sur comme, où l'équipe t'a. La qu'un seul rabbi, ou seul chabou, ou seul chabou, ou seul chabou, ils font une révolution, ou l'asim y'a comme de manière autocratique.